إذا كنتي كتعاني من الكحة الشديدة جدا وكنتي كتعاني من ضيق التنفس كذلك التهاب الحلق، اليوم غنشارك معاكم وصفة من أروع ما يكون، طبيعية 100% بقشور رمان. من اليوم ما غتبقايش أختي ترمي، مستحيل ترمي هذا المكون العجيب هذا. قشور رمان دائما كنعرفوا حنا كنستعملوا الرمان من الداخل، كناكلوه كنستعملوه في الاكل ديالنا والقشور ديالو كنرميوهم. من اليوم غتبقايش اختي ترميهم وغتحتفظي على القشور ديال الرمان. اي واحد مريض في الدار، نساء رجال اطفال كذلك، كيعانيو من الكحه الشديده، الم في الصدر، غتعطيهم هذه الوصفه هذه العجيبه من ان شاء الله من اول استعمال غيبان لكم الفرق واضح جدا في الجهاز التنفسي ديالكم، وغتحسوا بواحد الراحه سبحان الله. كذلك الناس اللي عندهم التهاب الحلق ما كيبقاش، والناس اللي عندهم مشكل كذلك في كيف ما كنقولوا ديك الكحبه كتكون قاصحه بزاف، ما غتبقاش ديك الكحبه باذن الله. تبعوها فقط مرحله بمرحله كيف ما غنشارك معكم في الفيديو باذن الله. تبعوا معايا الفيديو مزيان مزيان باش هكا تستافدوا، واكيد اكيد ما تنسونيش من اللايكات، لايكات ديالكم نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات باش يوصل اكبر عدد من الناس وكلشي يستافد، تعم الافاده باذن الله ولكم الاجر كذلك. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حسنتم صلوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. كيف ما كتعرفوا دابا حنا في فصل الشتاء، وهذا الفصل هذا يعني راه معروف جدا بنزلات البرد، بالكحه الشديده، بالسعال، بزاف المشاكل. هذه الوصفه هذه هذا هو الوقت ديالها، دونك اغتنموا الفرصه، واي واحد عنده هذا المشكل هذا يجرب الوصفه ورجعوا عندي لي كومونتير، وغادي ما تبقاوش تستعملوا نهائيا دوك الادويه اللي كيداويو حاجه كيف ما كنقولوا كيضربوا حوايج اخرين. من الاحسن تستعملوها كوصفه طبيعيه، الا ما نفعوكش مستحيل انهم يضروك، وبالعكس كتكون عندهم منفعه كثيره جدا. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، اول حاجه غادي تاخذوا قشور الرمان، غادي تاخذوهم وتقطعوهم قطع صغيره كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، وتحطوهم في شي كاس هكا متوسط الحجم، ماشي صغير وماشي كبير. غديروا فيه دوك قشور الرمان تقريبا ربع، كيف ما شفتوا معايا ربع ديال قشور الرمان. وغنضيف كذلك الزنجبيل الطري، ما تستعملوا الزنجبيل داك الغبره اللي كنستعملوا في الاكل ديالنا. في هذه الوصفه هذه غنحتاجوا الزنجبيل الطري باش يطلق لينا مزيان مزيان في هذه الوصفه. غتاخذوا فقط واحد القطعه صغيره وتقطعوها قطع على حسب يعني الكميه ديال الكاس ديالكم، واش كاس كبير او لا صغير. صافي، وغادي نضيفوا كذلك القرنفل او المسمار مطحون. بالنسبه للقرنفل او المسمار ممكن تستعملوا حبوب عادي، يعني حبوب ديال القرنفل، او لا كيف ما درت انا في الوصفه كيف مشوا معايا استعملتوا بودره او لا غبره. شديت القرنفل وطحنته في اليد ديالي على يعني باليد ديالي على في الدار، وطحنته مزيان مزيان، وخديت راس معلقه، فقط راس معلقه من هذاك القرنفل. وممكن الا عندكم القرنفل حبوب استعملوا واحد 3 حتى 4 ديال القرنفلات. وغنضيف كذلك الزعتر، والغني عن التعريف ما شاء الله في كيعالجنا مشكل الجهاز التنفسي، كذلك الناس اللي كيعانيو من الالم في الصدر، لا هو لا القرنفل البنات، راه الصراحه هاد المكونين عجيبين جدا، وجميع المكونات اللي في هاد الوصفه هذه ما شاء الله عندهم فعاليه جد كبيره بالنسبه للجهاز التنفسي. الناس اللي عندهم الام في الكحبه ديالهم، كذلك العطس، كيعانيو من المشكل ديال نزلات البرد كتجيهم قويه بزاف، هاد الوصفه هذه باذن الله رحمه الله. وكيف مشوا معايا بالنسبه للزعتر، استعملت تقريبا واحد المعلقه صغيره وضفت ليها الماء طايب، يكون الماء غليان مزيان مزيان، وتضيفوا لذاك الكاس وتخليوه واحد ربع ساعه حتى نصف ساعه ماكسيموم، يعني كحد اقصى نصف ساعه، الله يجعل شي بركه، كيكون داك الماء اللي ضفنا ليها سخون كيبرد. وكذلك جميع هذوك المكونات، الرمان، الزعتر، القرنفل، جميع المكونات، الزنجبيل كذلك الطري، كيطلقوا في هذاك الماء، وحنا الفائده عندنا في هذا الماء. صافي، وغناخذوا وغنصفيوه ونديروا في كاس اخر، وغادي نضيف ليه هنايا الليمون اولا الحامض. بالنسبه لهذا المكون هذا دخلوا قراو على الفوائد ديالو ما شاء الله، بالنسبه للجهاز التنفسي كيقضي تماما تماما على البكتيريا وعلى الجراثيم اللي كيكونوا عندنا، كيكون عندنا نزلات برد، كيكونوا كذلك فيروسات، يعني كيعقم لنا جيدا الجهاز التنفسي، وكذلك كيساعدكم ان داك الزكام او داك العطس ما كيبقاش شديد او لا جاف كيف ما كنقولوا. حنا فقط غنضيفوا واحد بضع قطرات، واحد نصف تقريبا نصف معلقه صغيره ولا راس معلقه صغيره من الليمون او عصير الليمون، وهنا غنضيف عسل النحل الحر.
ضروري ما تستعملوا العسل الطبيعي، عسل النحل الطبيعي. إذا ما عندكمش عسل النحل الطبيعي أو لا عسل الحر ما تستعملوش واستغناو عليه تماما، يعني سواء يكون عندكم مزيان طبيعي وزوين سواء أنكم ما تستعملوش. غنستعمل فقط واحد تقريبا راس معلقة صغيرة من العسل الحر صافي، وغادي نخلط مزيان 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 هاد الوصفة ديالي حتى غيندمجوا ليا جميع العناصر مع بعضهم. هاد الوصفة هذه نزلتها تحت طلب العديد العديد من النساء اللي كي يطلبوا مني هاد الوصفة دي، سواء في التعليق ديالكم او في الانستغرام، صفحتي في الانستغرام. بالمناسبة جميع الروابط كتلقاو في صندوق الوصف، تلتحقوا بيا في الانستغرام ديالي وصفحتي في الفيسبوك كذلك، تما كنشارك معكم بزاف الحوايج اللي ما كنشاركش معكم هنايا في اليوتيوب. كيف ما قلت لكم بزاف الناس اللي طلبوا مني هذه الوصفه هذه استعملتها معكم مرحله بمرحله باش هكا تستافدوا وتطبقوها كيف ما قلت لكم بالحرف. واي واحد عنده هذا المشكل دابا نيت كنتي اختي كتشوف فيا ولا خويا كتشوف فيا دابا وكتعاني من هذا المشكل ديال نزله البرد اولا كتعطس بزاف اولا كتكحب بزاف، نوض ودير هاد الوصفة طبيعية. الرمان دابا هو الموسم ديالو موجود ومتوفر في جميع البلايص، استعملوها. رجعوا عندي التعاليق نقرا جميع التعاليق ديالكم. وبالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة هذه سهلة جدا، غادي تاخذوا كأس من هاد المشروب هذا يوميا لمدة 3 أيام قبل النوم. قبل ما تمشي تنعسي تشربي هاد المشروب هذا، ولكن لابد الفو تشربي هاد الكاس تكوني حاطه حدا راسك. الفو تشربي هاد الكاس هذا تمشي تنعسي في البلاصه، يعني تغطي ماشي ضروري تنعسي، مهم تغطي وتفاي مزيان مزيان وما تخليش البرد يدخل لك. هكا باش الوصفه كتعطي نتائج جدا فعاله. وهاد الوصفه هذه كيبان الفوائد ديالها اولا النتيجه ديالها كتبان من الاستعمال الاول، ما كيبقاش داك التهاب الحلق كذلك داك السعال اولا ديك الكحه الشديده كتخف بزاف بزاف، يعني كتحسوا بفرق اللي هو واضح جدا. ما شاء الله وصفه بمكونات طبيعيه 100% ما عندها حتى شي ضرر بتاتا واطلاقا، مده 3 ايام فقط احبسوها والله يجعل شي بركه، وهكا غتكوني داويتي الصحه ديالك او الذات ديالك بمكونات طبيعيه بلا دوك الدويات وبدوك المواد اللي كيكونوا كيماويه ومضره للصحه. وكذلك كنصيحة بالنسبة للناس اللي كيجيو من نزلات البرد كيكون صعيبة شوية، كتكون نزلات البرد شوية حادة أو لا شديدة، من الأحسن نصحكم يعني دائما تاخدوا مشروبات ساخنة يكون فيها القرنفل يكون فيها الزنجبيل طري، كتعاونوا المناعة ديالكم باش كتغلبوا على هذاك الفيروس دغيا دغيا، والمناعة ديالكم كتزيد تقوى ما شاء الله، باش لا عاوتاني مرضتي مرة أخرى صافي المناعة ديالك هي كدير خدمتها لراسها. سبحان الله الجهاز المناعي عطالنا الله سبحانه وتعالى كيخدم الراس بلا حتى شي حاجة، يعني خاصكم فقط تعاونوا نتوما بشي حاجة طبيعية اللي تزيد هكا المناعة تقوى أكثر وأكثر، ماشي بحال الأدوية راه كيهلكوا المناعة. هذه كنصيحة مني عطيتها لكم من القلب، ونتمنى الوصفة تجربوها كيف ما عطيتها لكم، وما تبخلوش عليا أكيد من اللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع أكبر عدد من الناس باش كلشي يستافد، ولكم الأجر لأي واحد إن شاء الله عنده هذا المشكل هذا وبر على إيد هذه الوصفة هذه، عندي الأجر وأنتم كذلك اللي غتوصلوا هذا الفيديو جميع الناس اللي كيعانيوا من هذه المشاكل هذه. فوالا حبيباتي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، واي فيديو بغيتو نديرو ليكم كتبوا لي فقط في التعليق وانا تحت الطلب ديالكم. تلقاو فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير، بوسه كبيره ليكم، باي باي.